سعود لاعبة سابقة فريق أكاديمية فينيكس مراكشي ولاعبة حاليا في فريق رجاء عين حرودة لكرة القدم النسوية. عندي السنة الثانية في كلية الحقوق بجامعة القضية بمراكش. عندي ثلاثة شواهد، عندي ديال أساتذة التربية البدنية بتعليم خصوصي، وعندي شهادة ديال التعليم الأولي، وعندي شهادة ديال التدريب ديال كرة القدم ليسونس دي. المشكل اللي عندي مع الفريق ديالي ديال رجاء عين حرودة لكرة القدم النسوية، المشكل ديالي هو انا عندي لي زيكزام في مراكش، تنجي تندوزهم، عندي لوتوريزاسيون ديال لي زيكزام، داويا مع الرئيس، داويا مع نائب الرئيس، داويا مع الكوتش، باقي عندي كاع الميساجات لي زوديو، كاع لي ميساج باقي عندي التيكي ديال التران باش كنت كنقطع وكنمشي وكنجي، لدرجه انني كنمشي مع 6 الصباح تنشد التران وتنمشي للكازا، ومن كازا تنقلب للمحمديه تنتلاقى بليكيب ديالي وتنمشي معاهم. مشيت معاهم مؤخرا نهار الرباط لعبنا لاكوب، وفي الروتور حتى فلوس ترونسبور ما كملوهمش ليا. ومن بعد جاتني واحد الحاله، ما عرفتش منين، راه ربي راه كيشوف كل شيء، ما يعني اداوني واخا ما ادي حتى شي واحد، انا هذا موضوع اخر. صافي من بعد مرات كنا غادي للعيون، جات الوالده عندي للكازا المحمديه، ما قدروش يديوني، قالك الكوتش ما غاديش يتكلف بيا حيت مريضه كنتعصب. صافي ما مشيتش معاهم العيون، مشيت الجديده، داتني ماما جابت لي الراقي. المهم باقا لحد الان راه كندوي معاك وباقا شويه مريضه. وصافي مشاو هما للعيون، مشاو 2 بالليل، مشاو شدوا الطريق. انا الصراحه صحاباتي ما قدرتش نخليهم، قلت لهم غنجي عندكم، وفيت بالوعد ديالي وطلعت للعيون. في الطريق ديالي تنتفاجئ بالسالير ديالي منقوصه في 2000 درهم. فاش وصلت لقلميم لقيت عندي 2000 درهم ناقصه ليا 2000 درهم في الصالير. صافي ما دويتش، طلعت العيون. ملي كنمشي تسلمت مع الرئيس، نائب الرئيس، تسلمت مع الكوتش، كندوي معاه، الكاتب العام ما كانش، الكاتب العام اللي دار هادشي ولا ما نعرف ما كانش. تسلمت مع البنات، قلت لهم غندوي بشويه في الاول، قالوا لي مرحبا. صافي تسلمت الرئيس، قال لي ما تسلميش معايا، قلت له علاش؟ قال لي اش داكشي اللي حاف فيسبوك. انا كتبت في الفيسبوك ما عقلتش كاع. المهم كتبت نادي رجاء عين حرودة لكرة القدم النسوية، المهم كتبت بحال كاشي شفاره ولا شي حاجه، انا ما عقلتش كتبت ديك اللقطه. قال لي انت كتستفزي، قلت له ما استفزتكمش نتوما، الكاتب العام اللي لاح لي هذا الشيء. حديت انا وقع مشكل في الميركاتو، جيت طلبت ورقيه، يعني شي حاجه عاديه، ما بقيتش انا بيت لعب في ديك الفرقه. قال لي الكوتش لا باغينك بقاي معانا، قلت له بشرط. جا خويا، جات الوالده نيت راه هي معانا، قال لي غتبقى معاكم ولكن الكاتب العام ما يدويش معاها، الكاتب العام ما يدويش معاها. صافي بقيت معاهم، مني دابا كنمشي للعيون عندهم، بديت نتغوت معاهم، بدينا تنغوتو. ما انا ما عقلتش كنت كنقول في ديك اللقطه، راه هما كلشي عارف الحاله ديالي. من بعد جا عندي الكوتش يقول لي نقصنا لك 2000 درهم لحقاش مشيتي دوزي امتحانات وركبتي فوق موطور. اول حاجه ما سوقهمش، ثاني حاجه انا جيت لمراكش باش ندوز لي زيكزام، ما يمكنش غنبقى ساد عليا في الدار، يعني بنادم خصو يخرج خصو يدور، ماشي انا جايه غندوز امتحان صافي غندوز امتحان وغنجلس في الدار، امبوسيبل. ركبت فوق الموطور، سي نورمال، انا جيت ما كريتش، نورمالمون مولفه كنكري، ولكن حيت ما دوزوش لنا الصالير، راه على المغرب كامل ما دوزوش الصالير، يعني ما عنديش كيفاش ندير، راه نيت شكون اللي خديت من عنده عالي قدر اللي معانا في الفرقه هو اللي عطاني شي حاجه، ولا ما عرفت الرئيس صيفط ليا حتى هو. يعني جيت ما كريت من والو، جالسه عند البنت صاحبتي بعيده على الدار، اضطريت انني عوض ما نبقى نمشي في طاكسي ونرجع، اضطريت انني نكري موطور، يعني كريت موطور ركبت فيه عادي، درت فيديو لحتو حتى كيقول لك لا علاش درتي فيديو، علاش راكبه فوق موطور، حيت كنت درت واحد الاكسيدون اودي بزاف كاع، درت اكسيدون. سول فيا الرئيس، سول فيا الكوتش، سول فيا كاع الناس، سولوا فيا الا ذاك الكاتب العام، صيفط لي اوديو مازال نوري لك في التليفون، قال لي سيري بحالك بلا ما تجي، انا غنصيفط لك ريزيلياسيون لمراكش للجامعه. فاش مشيت كنت فاجئ البيت ديالي عمر جاب واحد البنت، انا حوايجي تما، حوايجي كاينين في الدار، ومدخل البنت البيت عندي، علاش راه ماشي معقول، راه هما قالوها ماشي معقول انني جايه تلقى حوايجي كيقول لك لا غادي تمشي. ملي كندوي مع الرئيس كيقول لي ما كاينش هذا الشيء. هي فاش جات ماما وخويا وداك، ما علينا. دابا انا المشكل اللي عندي هو علاش نقصوا لي 2000 درهم، وسولتكم وعندي اوديو في العيون، سولت الكوتش، سولت عالي،
اللي مكلف تقول لي انا ما عنديش الغياب ديالك. الكوتش قلت لي كوتش عمري غيبت، قال لي ما كاينش الغياب ديالك، عندي لوتوريزاسيون ندير لي زيكزام، يعني انا جايه ندوز امتحان، راه ما يمكنش ليا جايه ندوز امتحان ومع ذلك وكنمشي لكم لي ماتش، راه ماتش جاب الاربع ومشيت معكم الماتش وجبت زيرو في التيدي وكنحضر لهم، عمري غيبت الماتش. الماتش ديال العيون ماما جات عندك قالت لك واش تحمل مسؤوليه بنتي، راه كنا في التيران مجموعين، تمشيت حدا ما عرفتش فين وبديت نغوت، ما عقلتش انا يعني حيت انا ما عرفتش شنو داروا ليا، اللي دار شي حاجه راه يخلص الله. انا ما جيتش باش انا جيت نواجه اي واحد اللي تيقول ايا سعود راه خلقت لنا مشكل في الفرقه ولا درت لكم مشكل، انا ما عمري درت لكم شي مشكل وكل شيء، وتا من البنات لا البنات لا لي ستاف سولوهم قولوا لهم واش ايا سعود عمرها دارت شي مشكل في التيران من غير نهار مرضات، من نهار مرات وليت تنتغاوت معاهم سي نورمال. جات عندي ماما مراكش مريضه بطاتني الجديده ورجعتني، يعني رجعتني وقلت لها قالت لي نمشيو للجديده نديك عند الراقي، قلت لها لا ماما غنمشي لعند فرق شي غادي للعيون. فاش مشيت نين ترينينا الصباح خرجنا من لونطريمه قلت للكوتش كوتش قلت لي جي وغنعطيك فلوس ترونسبور، قال لي هي دايرين معنا غيعطيونا ربعه البريمات الماتشات كنتسالوهم ما عطاوهمش لينا، ربعه الماتشات كنتسالوهم قال لك قبل الماتش ديال العيون غادي تاخذوا بريماتكم. انا جيت معوله باش ناخذ حيت الوالده جات عندي طيحات فلوس في الطريق مع داك ستريس طيحات فلوس في الطريق، قلت لي كوتش قلت لي صافي مني قال لي ما كاينش بريمات تنوصلوا للعيون وانا نمشي عند نائب رئيس المسؤول، قلت لي شوف علي خويا سلفني من غيعطينا الرئيس بريم غنعطي لك، قلت لي ما يمكنش انا نمشي ونخلي الواده في كازا ما عندها والو حيت الواده طيحات فلوس وما زادش معها كارت كيشي ولا ما عرفتش فهمتي، صافي هذيك ما بغاوش. قلت لي انا والله لا مشيت للعيون كنغوت في الترونسبور وكنضرب في الترونسبور، انا كنعتار عاقله كو بديت نغوت ما عقلتش شنو درت، انا ما عقلتش شنو درت راه ما عقلتش. المهم قلت لي انا ما نخليش الوالده، قال لي سيري للدار حنا نجيو عندك. البنات الا كنتو كتشوفوا في هذا الفيديو واش مغدين داك النار كاملين باقيين الفيديوهات ما مغدينش كنتسلفوا من عند الحانوت كاينه ولا ما كايناش، مشي معايا دابا المحمديه يقول لك الحانوت شحال كيتسني حيت علاش ابار الصالير تعطل على كل شيء، ولكن بريمات الماتشات عطاوهم لينا باش نصيرو، ما يمكنش حنا كنبقاو بالجوع باغينا نجيو نعطيوكم في الماتش، امبوسيبل امبوسيبل بنت ما مغدياش، امبوسيبل بنت ما فاطراش غتمشي تريني، لدرجة أنني واحد النهار راكبة مع 6 الصباح من هنا واصلة قلت لك لكازا ومن كازا شونجيت ومشيت وقال لي الكوتش شدي طاكسي كورسا من كازا حيت الماتش غيبدا العين حرودة، شدي الطاكسي كورسا كوتش اللي كنتي كتسمع فيا عطيتوني فلوس هذاك هذا الرئيس عطاني 200 في 200 فلوس ترونسبور الاول حيت انا كنت كنجي وكنمشي راك عارف لي زيكزام في لافاك، ولكن شحال من حاجه ما عطيتوهاش ليا، يا في الرباط خرجنا ما تغديناش، عمرني شفت شي ايكيب انا في المغرب تتخرج من الماتش كتشد الطريق كتعطيها 30 درهم باش تغدى، ما عمري شفتها انا عمري شفتها في المغرب كامل. الله يرحم عرفتي صراحه احسن فريق دوز حياتي ابار الدفاع الحسني الجديدي هو أكاديمية فينيكس، علاش ما كانوا مخلين ما دايرين علينا؟ أنا كنت ساكنة بوحدي وكان الرئيس تيجيب لي ما كيخلي ما كيدير عليا وأنا اللي خليتهم، ماشي خليتهم حيت ما بغيتهمش، خليتهم حيت كان خصني أوبليجي نسيني في بروميير ديفيزيون، يعني وما بغيتش نبعد على الدار وما بغيتش كذا، قلت أجي عيطوا لي عين حرودة وهذاك شارج ماتيريال نهار جاي في الرباط وباغي يضربني، ما غاديش تعصبت وغوت، ولكن ما كلام والو، كيعيط لي في الصيف، أيا جاية من المنتخب. حيت انا لاعبه سابقه في منتخب الوطن عقل من 17 سنه وكنت دخلت واحد ستاج ديال الفوتسال، جي عندي تيقول لي ما كيمغوتش ما كيكتغوتش، قلت له عطوني فلوس ترونسبور راه غدا عندي امتحان مع 8 راه الاربع لاعبين في الرباط والغد عندي امتحان وما عنديش باش نجي، الصالير مازال ما داش، انا ما يمكنش انا بابا خارج المغرب راك عارف بابا خارج المغرب كاين وسط البحر ما عندوش كيدير يصيفط ليا، بابا خارج المغرب والبابا الا قلت له راه انا وقع لي هذا الشيء يقول لي انت اللي بغيتي حيت انا بابا دير لي صالير قبل ما نسيني في عين حروده، نهار سينيت في عين حروده قطع عليا الصالير قال لي انت اللي باغا كوره، قال لي انا ما قلتش لك بقاي في مراكش تبعي قرايتك بقاي في فينيكس، قال لي لا بابا انا باغا نسيني في بريمير ديفيزيون واخا عيطوا لي فراقي بزاف، خاص الجامعه تشوف تاخذ لي حقي من هاد الناس، حيت انا فاش اتصلت بالجامعه واتصلت بالسيده اللي في الجامعه قالت لي هما دايرين لك الغياب، يعني هي ما عندها حتى شي مشكل هي وصلها اصلا هاد اللي صيفطو خصني نكون حاضره فيه، يعني صيفطو بانني غائبه وانا ما سينيتش كاع، المهم انا ما عرفتش هادشي، انا اللي بغيت هو انهم ياخذوا لي حقي من هاد الناس هذا، انا بغيت حقي من فريق من فريق نادي رجاء عين حروده لكره القدم النسويه، بغيت ناخذ حقي منه وغناخذو بالحق والحق الحق غناخذو في الدنيا قبل الاخره. الام ديال ايا سعود لاعبه في نادي رجاء عين حروده، بغيت نهضر غير على شي مواضيع نطرق ليهم. اول حاجه في السينياسيغ سينات معاهم درت مع الرئيس ومع الكاتب ان غتسيني سنه وحده سكيل في 2022 شهر 6 خاصها تكون مساليه معاهم، فاذا بها كتفاجئ انهم
داروا لي في الوراق اللي تحت السينيات دوزون، هذه اول حاجه. ثاني حاجه كتمشي هي دايره معاهم انها خاصه تدوز مسيحه ناسا، اول ما الزينات شرطت عليهم قالوا لا واخا كتمشي تدوز مسيحه ناسا، كتجي مره ما يعوضوها في ترونسبور يعاونوها، مره اكثريه كتخلص من عندها. ثالث حاجه جات واحد المره لقات دخلين دريه للشومبر ديالها وراقي بنتي تم، كدي معاها غير لاكارت ناسيونال دي ديبلوم ديالها، كلشي تم، كلشي عندها تما. عيطت ليا قالت ليا كاين وكاين. جيت انا مشيت للتيران هضرت مع المدير السي علي، قلت ليه حاجه وحده، قلت ليه انا باغا نشوف الرئيس. قال لي واخا ما سالي الماتش غيجي الرئيس، ما جاش الرئيس، كاين انا وخوها. هضرت مع اختي تاهي في التليفون، اختي كبر مني. المهم قال لي، قلت لي انا بغيت نعرف كتقولوا بنتي كتغيب. قال لي ها انت هالكتاب راه ما كاين حتى غياب عند بنتك، هل بناء بنتك من برا الغياب ديالها بالامتحانات كونفوكاسيون ديالها عطيها ليا الدريات اللي مغيبين، ها هما شوفي قراي الكتاب. قلت لي دابا انا بنتي بغيت ورقيها، بغيت تاخذ ورقيها صافي، ما بغيتش تبقى في هذه الفرقه. قال لي راه حنا راه كاع لا يعقل ما خصوش هو يدخل هذيك الدريه، ما كايناش دريه ما يدخلهاش. يعني جاو في الحق، ماشي جاو في صف بنتي، جاو في الحق، ولكن قال لي اش غنديروا ليه؟ ما غنقدروا نضربوا ولا نديروا ليه حتى حاجه. انا بداك خلعه التلفه ديال بنتي طيحت في التران الفلوس، ما كارد كي شي ما هزهاش، جيت في واحد الحاله يرتى لها. هي قالت لي عطيني الصالير ديالي، قال لها سير انا غنعطيكم فلوسي ديال بريمات ماتشات، قال لي انا غنلحقهم لك. مشينا للدار تسنينا تسنينا، قالوا الدريات الساعه غديروا الديبار غتمشيو بحالكم للعيون. ما جاوش 8 الساعه عيطوا له، قال من 8 جو عندنا القهوه فلان فلانيه، جا ترونسبور دانا، قال لي دخلوا تعشى، قلت لهم ما نتعشاش. بقاو عليا، خرج نائب رئيس داك الشيء. المهم دخلنا بركنا درنا معاهم الصواب، خرجنا قالت لهم الدريه انا ما يمكنش هي نمشي. قالت لها واحد السيده واش تمشي؟ باغا تمشي نديك. قالت لها ما يمكنش هي نمشي نخلي ماما، ماما راه ما عندهاش، ما كاين زيرو ديغام. وداك الساعه 10 ونص الليل، تصور حنا ما وصلناش جديده سال الوحده ونص. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.